قلنا على من يجب الصيام، يجب الصيام على المسلم. لماذا؟ يذكر العلماء رحمه الله تعالى في كل عبادة من العبادات لابد من الإسلام، إخلاص. العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يخاطب بهذا إلا المسلم، لأنه قد يأتي بهذه العبادة من لديه شرك أكبر، فلا بد الحذر من الشرك. نعم، وهناك من يعمل ليلا نهارا، وأنت تعرف قبل أن يأتي رمضان بسنين يعمل لرمضان، حتى يكون بعض الناس في نهار رمضان لديه، نسأل الله العافية والسلامة، شرك أكبر، حتى يكون صيامه باطل. نعم، يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ القادر المستوطن والخلو من الحيض والنفاس. الصغير يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام، لكن يؤمر بالصيام حتى يعتاد العمل، وكذلك يحث وليه على الصيام. الأولى بالمسافر أن يصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهل على المكلف، والتأخير له آفات واقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وإدراك فضيلة الشهر.